أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان الساقط من الأكل من لقمة غيره مثل ابنه أو زوجته، هل يجوز له أكلها من باب شكر النعمة؟ إن كان لا يكره هذا ما في مانع، أما إذا كان أنه يكره هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر صاحب اللقمة، أما غيره هذا له الخيار. إن كان ما يكره هذا الشيء، هذا شيء طيب أنه يوقر النعمة، أما إذا كان أنه يكره هذا الشيء فلا. نعم.